خط بارليف أقوى خط دفاعي في التاريخ الحديث، تم بناؤه بعد حرب يونيو 67 لتأمين الضفة الشرقية لقناة السويس ومنع عبور أي قوات مصرية خلالها، وكان يعتبر غير قابل للاختراق ورمز للكمال العسكري الإسرائيلي. سمي بذلك نسبة إلى حييم بارليف القائد العسكري الإسرائيلي. إسحاق جوفا كان المقاول الذي قام بإنشاء خط بارليف. يقال إن تكلفة بنائه حوالي من 200 مليون ل 500 مليون دولار. خط بارليف ساتر ترابي ارتفاعه كبير من 20 ل 22 متر. روجت اسرائيل طويلا لهذا الخط على انه مستحيل العبور وانه يستطيع ابادة الجيش المصري اذا ما حاول عبور قناة السويس. مشهدين وزير الدفاع الاسرائيلي قال فيه انه خط منيع يستحيل اختراق، وقال كمان اذا حاولت مصر عبور القناة فسوف تتم ابادة قوتها. الا انه بعد العبور العظيم في 6 اكتوبر وقف قادة اسرائيل في ذهول بعد ان دمر هذا الخط الدفاعي خلال ساعات، وتبرأ مشهدين منه ان هذا الخط كان كقطعة الجبن الهشة.